عبد الرحمن مجدي لو يشد شويه في الفينيشنج، والشيخ نفس القصه، هيبقوا اتنين شول من اهم اللعيبه ويعملوا فرق كبير جدا مع الاسماعيلي. والله هم لعيبه كبار، وانا بقول ان هم يفرقوا بصراحه مع اي فرقه. وطبعا انت عارف فرقه النادي الاسماعيلي، يعني انا بقول ان النظام جوه الفرقه هو اللي مخلي الاداء بتاع الفرقه بيفضل لفترات كبيره جوه المباراه، حتى لو انت في الحاجات اللي تقوم متعسر فيها وبتبقى في اوقات انت مش قادر تخرج بالكوره، بس بيخلوا الفرقه كلها جوه النظام شغالين بشكل مميز، وان احنا نقدر نخلي الكوره اوقات كبيره في رجلنا عشان نقدر نعمل بيها هجمه منظمه ويبقى عندنا العدد الكافي اللي نقدر نروح بيه جوه ال 18. كابتن حمد، يعني خلينا نختم معاك بالمباراه القادمه امام النادي الاهلي، اكيد برضه هتبقى مباراه صعبه، مباراه يعني لا تقبل قسم على الاثنين، مباراه امام منافس قوي، وايضا الاسماعيلي بيحسب حساباته كبيره جدا لهذه المباريات المهمه. والله هي مباراه تبقى يعني ان شاء الله تبقى مباراه كبيره، وان شاء الله يبقى يا رب بيطلب من ربنا ان شاء الله التوفيق يبقى معانا، لكن هتبقى مباراه كبيره بين فرقتين كبار، ويا رب ان شاء الله باذن الله يكون اليوم بتاعنا باذن الله، ونقدر نجهز اللعيبه في الفتره دي، قدامنا 9 ايام نقدر نجهز اللعيبه بشكل جدي جدا، وبشكل يقدر اللعيبه نشوف الشكل المناسب اللي نقدر نلعب بيه قدام النادي الاهلي، وباذن الله تكون التوفيق معانا باذن الله في اليوم ده ان شاء الله. كابتن حمد خليك معايا بس عشان اقول كلمتين وانا بختم معاك الاتصال التليفوني، نداء لكل محبي نادي الاسماعيلي ورجال الاعمال والجماهير الاسماعيلي في كل مكان، الوقوف والمسانده مع كابتن ايهاب جلال وكابتن حمد وكابتن عماد سليمان وكل الناس الموجودين ونادي الاسماعيلي، لان نادي الاسماعيلي يستحق الكثير، واسم كبير وتاريخ كبير جدا في كره القدم. والله يعني احنا يعني انا بقول ان اهم حاجه للنادي الاسماعيلي دوت اللي هو يعني كان اتشهر بيها، اللي هو الجماهير المحبه جدا للفرقه وكل الناس، وانا احنا موجودين يا محمد عشان احنا نساعد جوه النادي، وان احنا نسعد. وانت ابني من الاسماعيلي يا كابتن حمد، وكابتن ايهاب نفس القصه طبعا، بس انت عارف انت عايز تبقى بتساعد المكان بتاعك، فيا رب ان شاء الله يكون كلامنا فيه الصدق ان شاء الله، ويكون التوفيق معانا محمد ان احنا نقدر نسعد جماهير اسماعيليه، ونقدر نعملهم نريحهم، ونقدر يعملوا الحاجه اللي ان شاء الله تبقى احسن، كل فتره نقدر نمشي خطوه لقدام يكون هم مبسوطين بيها ان شاء الله. كابتن حمد ابراهيم المدرب العام للنادي الاسماعيلي، بشكرك شكرا جزيلا.